مما جعل الممولين يوجهون النصيب الأكبر من مساعداتهم المالية والتقنية نحو هذه الهياكل الصاعدة. كما سهلت هذه الديناميكية تراجع دور الرقابة لدى الأجهزة العمومية للدولة فيما يخص التمويل الأجنبي للجمعيات والذي سمحت به القوانين الجديدة. لكن هذا الازدهار الانفجاري والعفوي سرعان ما تكشف بمرور الزمن عن صعوبات ومعضلات خانقة تتعلق أساساً بشروط استدامة المشاريع وغياب الحوكمة وغياب الشفافية في التعامل مع التمويلات وغياب الكفاءة في صياغة المشاريع ومتابعتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، لتعود من جديد الأصوات المشككة في قدرة هذه المنظمات على تطهير نشاط المواطنين وقدرتها على الاستدامة وفي استقلاليتها على الممولين الأجانب وأجندتهم الاستعمارية وفي ارتيادها عن الأطراف السياسية الوطنية ومصالحهم السلطوية بالإضافة إلى إشارات تربط بعضها بالشبكات الإرهابية وشبكات تمويل تبييض الأموال. الخلفية: عرضت هذه الورقة عدة معطيات تاريخية حول نشأة المجتمع المدني في تونس وسياسته المعاصرة والدور الذي لعبه في مختلف الحقب التاريخية انطلاقا من الفترة الاستعمارية إلى اليوم وإلى فترة ما بعد الثورة. طبعا هناك عديد المعطيات التي لن يتطرق لها هذا العرض، وان شاء الله ستطالعونها عندما يتم نشر الورقات الاصليه، لان العرض لها معطيات اساسها ومنها المعطيات التاريخيه حول تطور المجتمع المدني في تونس.
المشهد الجمعياتي بعد الثورة. منذ الثورة تضاعف عدد الجمعيات يبلغ اليوم 19,224، ويمكن في التقرير في الأيام القادمة سيكون عدد الجمعيات أكبر. بعد أن سجل إحصاء 2009 مع 9,000 جمعية كانت أغلبها تحت رقابة الحكومة. لكن هذا المشهد الجمعياتي يتميز بعدم التوازن، إذ تتركز 31% من الجمعيات في ولايات تونس الكبرى، تونس، بن عروس، هريانة ومنوبة، وتستحوذ ولاية تونس وحدها 20% من جملية جمعيات التراب الوطني، في حين تعد ولايات الشريط الساحلي دون ولايات تونس الكبرى نابل والمنسبيه وسوسه والمهديه وستاقس وجابس 30% من العدد الجملي من الجمعيات تستحوذ ولايه ستاقس على 8% منها. بالتالي فان اكثر من نصف الجمعيات تتركز في المدن الكبرى للشريط الساحلي بالبلاد باعتبار ولايات تونس الكبرى، والتي تضم 10 ولايات فقط من مجمل 24 ولايه، يعني 14 ولايه نجد بها حوالي 40% من الجمعيات في تونس، وبالتالي سنجد اقل من 40% من جمليه التمويلات الموجهه للجمعيات على الصعيد الوطني. اهم الصعوبات التي تواجهها الجمعيات، يعني هنا في العمل الذي قمنا به رصدنا العديد من الصعوبات لكننا حاولنا تلخيص ابرزها. فبالاضافه الى التفاوت الجهوي في نسبه استقطاب التمويلات، فان هذا القطاع يعيش مجموعه من الصعوبات والاشكاليات ذات الطابع الهيكلي، من ابرزها ضعف الموارد البشريه، ضعف التمويل العمومي، العجز عن استدامه المشاريع، غياب الكفاءات المختصه في بناء المشاريع ومتابعتها وتقييم اثرها، ارتهان اغلب المنظمات الوطنيه للمؤسسات المانحه الاجنبيه والدوليه، احتكار التمويلات الكبرى من قبل عدد صغير من الجمعيات والمنظمات، ضعف مساهمة مؤسسات القطاع الخاص الوطنية في تمويل المشاريع المدنية. وبالتالي فإننا نستخلص من خلال معاينة ما سميناه في ورقتنا بسوق النشاط المدني، نلاحظ أن الممول كأحد الفاعلين الرئيسيين داخل هذه المنظومة يلعب الدور الأبرز ويمثل الحلقة الأقوى. يكتسب الممول هذا الموقع انطلاقا من احتكاره لرأس المال المادي أي التمويل، ورأس المال المعرفي أي القدرة على تطوير المشاريع وتقدير إنجازها ومتابعتها وتقييمها. أما الفاعل المحلي فيلعب دور الشريك من الدرجة الثانية، إذ يستثمر قربه من الفئات المستهدفة وقدرته على الفعل السياسي الميداني كرأس مال يمكنه من التفاوض، في حين تمثل الدولة الحلقة الأضعف في ظل فقدانها لآليات المراقبة والسجن، وتكتفي بتوفير الأرضية القانونية الكفيلة لشرعنة هذا الفعل دون أن يكون لها تدخل على مستوى الجوهر. الإشكالية: كيف يمكن تطوير سياسة عمومية تخلق توازنا بين الفاعلين في الفضاء العام؟ إذ تمكن المنظمات المحلية من تمويل مشاريعها وضمان استدامتها واستقلاليتها خارج إطار الطبيعية الحصرية للممولين الدوليين من جهة، ودون أن تسقط في التبعية لأجهزة الدولة من جهة ثانية، أي كما كان الحال عليه في فترة حكم الارتغاني أو في الفترة السابقة. اقتراحكم في محاولة الإجابة على هذه التساؤل عملنا على تفكيك الإشكالية. فالعمل على تطوير سياسة عمومية تضمن التوازن بين الفاعلين المتدخلين في سوق النشاط المدني يتطلب بالأساس السير نحو كسر احتكار الممولين الدوليين لمصادر التمويل والمعرفة بكيفية تطوير المشاريع ومتابعتها وتقييمها. هذا التفكيك الإشكالية، وهي عملية منهجية يعني قمنا بها عند صياغة الورقة، سيمكننا من تفريع الحلول المقترحة إلى محورين. المحور الأول المتعلق بكسر احتكار الممولين الدوليين لمصادر التمويل. الحلول المقترحة: تطوير منظومة قانونية تشدد من المراقبة على مصادر التمويل الأجنبية للجمعيات، الرفع من التمويل العمومي للجمعيات ومن المنظمات عبر تخصيص جزء من ميزانية الدولة لهذا الغرض، إنشاء صندوق وطني لتمويل الجمعيات تشرف عليه هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها نواب الشعب، تطوير آلية تضامنية للتمويل الذاتي تمكن الجمعيات من إنتاج الثروة والتمويل الكامل أو الجزئي لمشاريعها. يعني طبعا من خصوصيات ورقة السياسات أنها تطرح مجموعة من الحلول، ولكننا في النهاية نرجح أحد هذه الحلول كحل حصري، يعني نقوم بالتوصية بتبنيه في الأطراف المعنية. الحل
آلية تضامنية للتمويل الذاتي تمكن الجمعيات من إنتاج الثروة والتمويل الكامل أو الجزئي لمشاريعها. تميل ورقتنا إلى تبني هذه الآلية نظراً لأنها ستمكن الفاعلين المحليين من إنشاء مؤسسات اقتصادية محدودة الربحية ترشد ضمن القطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعيد عبرها استثمار التمويلات العمومية ومساهمات مؤسسات القطاع الخاص الوطنية بالإضافة إلى التمويلات الدولية في مؤسسات ذات نشاط اقتصادي تضامني يواجه طائف إنتاجي تمويل المشاريع المدنية التي ستضمن استقلالها واستدامة المخرجات. من ناحية أخرى ستمكن هذه الآلية من إطلاق قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورفع قدرته التشغيلية واستقطاب جزء من الفئات المعزولة وإدماجها في القطاع العام وإكسابها ما تحتاجه من موارد ومعارف المشاركة في نقاش الشأن العام. كما تتميز هذه الآلية بكونها اهتدافا للقيم التضامنية الراسخة في الممارسات الثقافية للمواطن التونسي. هذا ما سيمكن من رفع قبولياتها الاجتماعية. فإذا طالما كانت النشاطات التضامنية جزء من الممارسات الثقافية الموجودة، فالتويزة واللماذية والجماعة والمعونة مثلا كانت من أبرز الممارسات التضامنية التنازلية الهادفة إلى تحقيق المصلحة الجماعية لأفراد المجتمع، والتي ما زالت تعرف انتشارا إلى اليوم خصوصا داخل الأوساط الشعبية. كما لا تخلو الثقافة العربية الإسلامية من هذه الأمثلة، وأهمها على إطلاق مؤسسات الوقف، ولعل من أبرزها قربا وتعبيرا أوقاف الأميرة عزيزة عثمان التي نعرفها اليوم في تونس، والتي وجهت جزءا كبيرا من ثروتها نحو دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية التي ما زالت قائمة إلى اليوم. ونأخذ كمثالا لها المستشفى الذي يحمل اسمها في تونس العاصمة. المحور الثاني الذي اتطرقنا إليه كان كسر احتكار الممولين الدوليين للمعرفة. واقترحنا هنا ثلاثة حلول. أولها إبقاء الحل على ما هو عليه إلى أن يتمكن الناشطون من اكتساب الخبرة اللازمة. ثانيا إنشاء هيكل عمومي جديد يضم خبراء أكاديميين وإداريين ويشرف على استراتيجية وطنية لتكوين الناشطين في المجال المدني والتنسيق بين منظماتهم وتطوير البنية القانونية للقطاع. ثالثا إنشاء حاضنات داخل الجامعة التونسية ومخابر البحث العمومية والخاصة والجمعيات ذات النشاط البحثي تعمل على تطوير المعرفة وتكوين النشطاء في الفضاء العام حول مسألة تطوير المبادرات المدنية وتمويلها ذاتيا وإنجازها ميدانيا ومتابعتها زمنيا وتقييم آثارها ومخرجاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الحل المرجح كان إنشاء حاضنات داخل الجامعة التونسية ومخابر البحث العمومية والتي ستهتم بتطوير المعرفة وتكوين الناشطين في الفضاء العام حول مسألة تطوير المبادرات المدنية. تميل ورقتنا إلى تبني هذا الإجراء تعمل هذه الحاضنات على تطوير المعرفة ونشر البحوث وتكوين الناشطين في الفضاء العام حول مسألة تطوير المبادرات المدنية وتمويلها ذاتيا وإدارتها ميدانيا ومتابعتها زمنيا وتقييم آثارها ومخرجاتها. كما يكسب هذه الآلية أهميتها هو غياب النظام أو تنظيم الهرم الداخلي وعملها في شكل شبكة لتبادل المعرفة وتطويرها. تدرج جهود مختلف الفاعلين سواء كانوا فاعلين دوليين أي فاعلين عموميين أو فاعلين من القطاع الخاص أو فاعلين دوليين، وتزاوج بين البعد البحثي المحكم والفعل الميداني العملي كأن أنها لا تصبح كاهل ميزانية الدولة ولا تتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة، بل تعتمد بالأساس على إعادة توزيع محاولة للسبول المرصودة بهدف خدمة هذا المشروع. كما ستعمل هذه الحاضنات على تمويل نفسها ذاتيا ما أن ترجح في تأسيس مؤسسات تضامنية لتمويل المبادرات المدنية. هذا ما سيخلق منظومة إنتاج معرفي تستقي معطياتها مباشرة من الميدان ويكون للناشطين فرصة للعمل في سياد الفعل البحثي الناشط. التوصيات التي خرجت بهذه الورقات حاولنا هنا عرض جزء من التوصيات، لكن تجدون جلد التوصيات الكاملة في النسخة الورقية من هذه الورقة. أول توصية كانت إدماج آلية التمويل الذاتي للجمعيات ضمن القانون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
العمل على إعادة إحياء مؤسسات الأوقاف بصيغة مدنية. هناك أريد أن أركز على هذه النقطة، دائماً ما كان يوجه المنطقة لمسألة إعادة إحياء الأوقاف. صيغة إحياء الأوقاف التي نقترحها هي صيغة مدنية، وإدماجها ضمن القانون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وتوجه هذه المؤسسات الوقفية إيراداتها وفائض إنتاجها حصرياً نحو تمويل مؤسسات التمويل الذاتي للجمعيات أو نحو تمويل المبادرات المدنية النشطة داخل الفضاء العمومي أو الفضاء العام. ثالثاً، تعديل القوانين المتعلقة بتأسيس المخابر ومراكز البحوث سواء داخل الجامعة التونسية أو خارجها. هذا الإجراء سيسهل بشكل كبير تأسيس حاضنات المخابر تعنى بالعمل على مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى قدر آلية التمويل الذاتي للجمعيات. كما سيفتح هذا التعديل الباب أمام الحاضنات الناشئة للتشكيل وسهولة تبادل المعرفة وتمريرها عبر تكوين ناشئ. رابعاً، تنظيم مؤتمر وطني سنوي للاستثمار البديل. يجمع هذا المؤتمر مختلف الفاعلين في الفضاء العام التونسي للنقاش حول آثار مؤسسات التمويل الذاتي للجمعيات طارحاً أرضية للتشكيل بينهم. سادساً، تشجيع الجمعيات على تأسيس مؤسسات التمويل الذاتي من خلال توفير التسهيلات الإدارية وتسهيل النفاذ للقروض الصغرى بالإضافة إلى الابتزاز الجبائي. سابعاً، تشجيع مؤسسات القطاع الخاص بالتنمية على الاستثمار في النشاط المدني وتمويل مؤسسات التمويل الذاتي للجمعيات بالإضافة إلى التعليمات والمختبرات التي تعمل تعمل على تطوير المعرفة القياسية. ثامناً، التفاوض مع الممولين الدوليين ودفعهم إلى تمويل مؤسسات التمويل الذاتي والقائمات التي تشرف عليها عوض التمويل المباشر والمشروط والمبادرات المدنية. تاسعاً، خلق إدارة سفر وزارة الكرة تعمل التنسيق بين أجهزة الدولة والهيئة المدنية الناشطة في الفضاء العام. نصل بهذا إلى نهاية ورقة، وشكراً على حسن المتابعة. الوقف
أني مشكلة الأوقات في البلاد هي معناها الراحة في يريد محمد هي مشكلة معظمة وإلى الآن في البداية في المقاضي وقال حل الأوقات سواء الخاصة العامة وهذا معناها في إشكالية كبيرة 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 ياسر حتى تكون إشكالية على أبناء الدولة على أبناء يعني الأجانب وغير الإشكاليات هذا فقط اللي حبيت نقوله لكن معظم جدا بخاصة يعني التشريع يتبدل بطريقة تكون شفافة وتكون تخطيط مسؤول يعني تمويل من حتى بين البلد مع المتابعة والمحاسبة. يعطيك الصحة. ربي يعطيك العقيبة على الأقل السيد برشة الاطلاع على بنود القرور باسم تونس بنود كل قرن باسم تونس ثم بنود يفرض على تونس أن تخصص 5% من قرض هدايا والمجهود هدايا للمجتمع المدني. الجمعيات الناشطة في الشأن العام
باش ما يتمش الباساج ديريكت من عند الممول الاجنبي للجمعيه، وبالتالي تصبح الجمعيه في شكل من الارتهان للممول الاجنبي. الممول الاجنبي يمول مشروع تضامني، المشروع التضامني يحقق نسبه من الارباح، نسبه مستدامه، يعني يولي مشروع مستقر، وبالتالي هو يمول النشاطات المدنيه للجمعيات، ونوصل وقتها الى نوع من الاستقرار في المشاريع هذه، نوع من الاستدامه. من ناحيه ثانيه على مستوى تطوير المعرفه الخاصه بتطوير المشاريع ومتابعتها وتقييمها، اقترحنا ان يتم انشاء حاضنات مع دي لابوراتوار سواء داخل الجامعات ولا داخل الجمعيات، يعمل فيه الباحثين على تطوير المعرفه، على اكتساب المعرفه في اطار شركات سواء مع المخابر في الخارج والا حتى في الداخل. والهدف نتاعو هو من ناحيه القيم بالبحوث في المجال هذا والتطوير، ومن ناحيه اخرى توفير حد ادنى من المعرفه ومن التكوين للناشطين في المجتمع المدني باش ينجموا يقوموا بتطوير مشاريعهم المدنيه وتقييمها بشكل صحيح. فيما يتعلق الاستاذ حكي على ميزانيه الدوله وغيرها، منهجيه ورقه السياسات تطلب من الباحث انه يقوم باقتراح مجموعه من الحلول. هم في الحقيقه مش حلول، هم فرضيات حلول، باش يختار من بيناتهم الحل الابرز. اللي حكينا فيه التمويل من ميزانيه الدوله او صندوق الميلاد هي فرضيات حلول تم اقتراحها، لكن نحن اخترنا الحل الافضل. الحل الافضل مش هو بالضروره يكون الحل الافضل نظريا، لكن لازم يكون الحل الافضل هو الحل يعطينا افضل مردودات من قبل التحقيق، لانه نعرف ان ميزانيه الدوله من افضل ان الدوله تقوم بتمويل الجمعيات، لكن الدوله عاجزه على تمويل الجمعيات. مساله الصندوق زاد كانت فكره جيده، لكن في نفس الوقت نعرف الصراعات السياسيه تصير داخل المنظمات، داخل يعني الهيئات من نوع هذا، واللي في الاخر توصل تحت نوع من البلوكاج. فمررنا الى الحل الثالث اللي كان حل يتاسس على مساله الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللي رينا انه انطلاقا من حل الكوبنهاج اللي كان نعملوا عليه قادرين انه من ناحيه نطوروا المشاريع المدنيه للمجتمع الناشطين في المجتمع المدني، قادرين نخلق نوع من الديناميكيه البديله على مستوى الاقتصاد، ولو ان مش ديناميكيه بمعنى السوق الراسماليه تنجم راسها تحت الاقتصاد التونسي الى حد ما تفك نوع من العرض على الفئات المهمشه، وتنجم تحقق لها نوع من يعني ان باساج شاب يمكن انه يتكون في نسبه الحاضنات ويتكون في المجتمع المدني، في بعد يمر الى المرحله اللي ينجم فيها يطور مشروع خاص اللي هو مشروع طبعا مباشرة مع الشباب. فكان الاقتراح، فالاقتراحات اللي تم اقتراحها من الاول، الاربع اقتراحات ماهيش هي الاقتراحات اللي وصينا لها. نجرب هو باش نشوف حتى التشكيل والطلب. خمس اقتراحات افتراضي، شنو هي نجم نعمل في الحاله هذه؟ اسهل تقييم العمليه للحاله اللي يعيشها المجتمع المدني في تونس، نختاروا حل من هذه الحلول، وانطلاقا من هذه الحلول بعد الحلول المنتخبه او المختاره، نحاولوا نخرجوا التوصيات باش ننجموا، او التوصيات العمليه اللي نجموا من خلالها نحققوا الهدف هذايا، او نعملوا اوبيراسيوناليزاسيون للحل المتاخر. شكرا للفرنسا يعطيني الوقت الجديد في الطريق الحمد لله. فكنت مشكلة في الوظيفة في الوقت. سارة مش قبل الورقة أنا عرفت اللي نعرف الفيزياء. المجال التنظيمي، المجال التقني، وكذلك المجال المؤسساتي.
يعني كانت تسمع
الإنتاج الإحصائي يجب علينا إقامة روابط قوية بين المستخدمين لفهم الإحتياجات الإحصائية الخاصة بهم من أجل وضع جدول أعمال وتحديد أولويات من خلال إطار رسمي مثلا للنقاش والتداول حول الإحتياجات الوطنية. المشكلة المحدودية في الإمكانيات يجب تخصيص الإمكانيات اللازمة للوجود في القطاع واعتبار ذلك أولوية في ميزانية الدولة التونسية لأهميته في تحديد الأولويات وبالتالي ترشيد مصارف الدولة وتوفير مقر يضمن السلامة العامة في القطاع ويستجيب للمعايير الدولية المتحدة السلامة. أنا مثلا خلال عدة زيارات كثيرة على المعهد الوطني للإحصاء ولاحظنا مثلا البنك المعلومات في معلومات اللي تم تجميعها يعني الموضع بتاعه يعني لا يستجيب ولا يزيد للمعايير السلامة يعني هو في مع بيبقى فقط في حين ما فيش برشا يعني سيكوريتي. كيف قلت يجب توفير مقرية من السلامة ضرورة وضع سياسة عامة وشدة في مجال الموارد البشرية وضرورة توسيع نطاق التدريب يشمل المجالات غير التقنية كما الاتصال. ضرورة تحديد استراتيجية الاتصال والاتصالات والتسويق وتعزيز الوحدة المعنية لهذا المجال وتحسين التوازن مع وزارة الإعلام مع مستخدمي الإحصاء. وكان لزبر الحراق في مجال الإعلام يوم كيف يشكل إشارة في بعض الأحيان على مجال استراتيجي
فكره عن القطع المشاكل اللي تحتها على مستوى الادب. يجب على السلطه التشريعيه التونسيه سن قانون مضاد للقطاع على مستوى الادب. الى جانب سن القانون يجب وضع اليات تطلب سلامه تطبيقه على الادب. تحديد هيئه رقابه الكون والخبراء في هذا المجال على راسها المعهد الوطني للاحصاء. يجب على الهيئه الغربيه احترام دوري عمليه سبب الاراء في تلك مراحل العمل واختيار العينه. بالنسبه للعينه ضروري ان يعتمد اختيار العينه توزيع معاد بحيث تحسين المعتمد والذي يجب ان يكون متطابقا مع توزيع المجتمع الذي ستتم زيارته طريقه طرح الاسئله الى جلب العمل المدني وتحقيق المنفذ. ولإنجاح الرقابة يمكن للهيئة إجراء زيارات ميدانية وجبية للعاملين في القطاع سواء كان في مكاتب الدراسات أو في ذات العمل الميداني كي يتحمل العاملون في قطاع طلب الآراء مسؤولياتهم القانونية في صورة تخفيف شروط العمل. وعلاش لا يتم اقتراح إعقاب جديد للمذهبين. بالطبيعة في انتظار التشريعات هذه يجب توعية المواطنين بخطر التلاعب بنتائج الاستطلاعات رغم أن ضمان عدم التأثير على رأي المواطن بفائدة جهة دون أخرى وأكثر من مجرد التأثير أن التأثير هذا يبنى على بدون معطيات مخطوطة خاطئة. إذا هذه هي التوصيات اللي قدمناها فيما يخص القطاع الإحصاء الخاص وكذلك بالنسبة للمعهد الوطني للإحصاء والقطاع والمنظومة الإحصائية في تونس. نشكركم على متابعتكم وأتمنى لكم التوفيق. أنا بعجالة جزء معناها بعض الملاحظات والإشارات اللي عارفها حبيت نحكي شوية على الجودة اللي بنوجدوها في البحث. الجودة الكاليتيف الجودة الإحصائية هي الحقيقة تحددها عديد عناصر مش ثم حاجة اسمها جودة تعرف منزلة لو ثم مجموعة من العناصر الوحيدة في العمل الإحصائي باش أنت هنا تكون جيد أو غير. الجودة هذه ما نعرفش الريمون ولا الريمون هي مرتبطة بعناصر أخرى على غرار مثلا الميزانية حدثت الوزارة المالية تكون مثلا تلزم ميزانية معينة عندي مبادئ معينة باش أنت المثل بتاعك باش تكون معينة بتاعك أشمل باش توصل إلى محتوى العبادة والمستوى العبادة والقانونية باش تكتفي بمستوى الإقليم والولاية مثلا على غير الدعم السكر والسكر اللي يمس كل الأحياء ويكون الكل والأفراد الكل دون معناها القيد على حد شيء معناها بعدين تبقى في العناصر الكل والافراد الكل والاتصال الكل والمعطيات اللي نحكم عليهم على امتداد 10 سنين مش كما مثلا المسح حول التشغيل والبطاله اللي ياخذوا عائله صغيره تقريبا فيها 45,000 اسره فقط دونك شوف الميزانيه كيفاش تختلف وذاك اللي يعطيك التفصيل تاع التفصيل انت الميزانيه عندك ثم كلكم تعرفوا بعد الثوره ثم سلوكيات جديده عند المواطن التونسي مالوريزمون ما عادش يغفل بكل بساطه انه يتحاور مع صوره بلدية، عمدة، داخلية، المالية، القبضة، الأمور هذيك الكل تعرفوها معناها كلها تبعها من نوع ما مثلا مش القوانين ما عادش حاسمة، هيبة الدولة نقصد تعرف كيف كيف المواطن ممكن تشيلوا رجل حساب يدق على الباب باش يقبلوا كيف كيف يقبل خاطر كذبانين خاطر ما عملوا حتى شيء ما عملوش البنية التحتية الأساسية دونك هذا كله مع الناس تدخل في الجو. الموضوع الثاني هو في وسط المشكله اللي حكينا على الاستقلاليه قلت بنيت الميدانيه تقديم المعطيات للمعارضه والسلطه التشريعيه و هذا في اطار وسط المشكله
انا ما بديش في مصر مش تحقيقا لانه هو مش مشكله هو دور المنظومه النفسيه بشكل عام هي النفسيه هي وهي الكل وتحديدا محمد قوات النفسه اللي هو الجهاز المركزي التنفيذي للمعلومات وهو هو اللي ينجز المصطلحات هو اللي يجمع المعلومه النفسيه من الهيكل ويقوم بمجتمعات من اجل توفير المعلومه لكن شو المبرر؟ هو يضعها على موقع الويب بتاعه وينشرها يسال عن الكل وللجميع ودون مقابل معناها الكل معارضه للسلطه ولا حاكم ولا مسؤول بالتلميذ وانت طالع اللي صانع القرار الناس كل تستعمل معلومه كل واحد كيف شغلها كيف المعلومه كل واحد كيف يستغلها لكن المعلومه للجميع معناها مش في وصف مش انا موجه لهذا او لذاك معناها المعلومه هي لجميع الناس دون استثناء سواء كانت المعلومه تقتصر على وسط ريفي حضري والا تخص الافراد او الاسر او حتى المؤسسه الاقتصاديه. الموضوع الاخر اللي حبيت نحكي فيه هو مركز البيانات اللي زرتوه ملوزموه لكم صحيح لكن الحمد لله انه اصبح قرنا في الندوه ثم قانون اقصائي جديد قاعد يحاك فصول يوم منظومه الوطن الاقتصاديه من كل وزارات الكل والمجتمع المدني بنصير مشارك في العمليه المدنيه ثم تحضيرات ثم تنقيحات باش او من ناحيه التشابك والتداخل بين مختلف الادوار وبالتالي يكون المجلس يكتب مجلس الوطن الاقتصادي يقتصر دوره على اعطاء التاشيره ويكتب في غادي مسيح لانه هو ربما خلال شويه على حدود العمل نتاعو وثم بعض الهيكل الاخرى اللي تقوم بصفحات دون الرجوع الى الوطن الاقتصادي في الجانب الفني نتاعو دونك ثم شويه تداخل هذا بقدر تركي القانون الاحصائي باش نحيوه فيما يخص تشكيك المعلومه مش نخدم بها سامحني فيما يخص تشكيك المعلومه شو الرقم الاحصائي ولا مش حتى الرقم انا كنت تلميذ انا ولي ولي ولدي انا جاب 14.5 معدل وخويا جاب ولده جاب 14.5 معدل انا نجم نفرح لل 14.5 وزميلي بجنبي ما يفرحش ولده اللي جاب 14.5 يراها شويه معناها الرقم الاحصائي كي نبدو انا اليوم البارح والبارح حبيت نسبة النمو الاقتصادي ونسبة البطالة اختلفت الاراء مثلا 5 دقائق هذا يقول لك ممتاز جدا نقص شوية البطالة والنمو بدا يطلع وسبعة سي بون معناها هذا يراها هكا لكن قال لك وين النمو تو قلت لك 2016 الحكومة وعدتونا والحكومة تعهدت ولم تقل شيء مش معناها 1% مش معناها زادت 1 نقطة فقط نسبة النمو عام كامل معناها كل واحد كيفاش يقراها الرقم لكن المهم انه يبقى المعهد الوطني للاقتصاد على راس المنظومه كامله في من قدام عن كل التجارب السياسيه وعن كل رؤيه وعن قراءه لكن الحق في هذه تقرا الشيفر كما تريد لك الشيفر ما يتبدلش لك ثم نخطبه ان شاء الله شكرا شكرا السيد معاذ بن طاهر وزملائي شايمة مفرج ومحمد الرئيس تقديم الورقة تسعى هذه الورقة من خلال دراسة الواقع الاقتصادي التونسي وعلى ضوء تجارب القارنة نخص بذكر مصر واليونان ومن خلال أيضا تحليل الخطاب السياسي من خطاب سيد يوسف الشاد إلى اقتراح جملة من الإصلاحات الهيكلية التي قد تساهم في حل المشكل الاقتصادي الراهن في تونس وفي مجال التخطيط. يكون العنصر الأول الخطاب السياسي حول التقشف الأزمة في مستوى الخطاب السياسي ثم يتعرض العنصر الثاني إلى مفهوم التقشف العنصر الثالث يدرس الوضع الاقتصادي الراهن في تونس وقانون المالية 2017 يتم في العنصر الرابع المقارنة بين الواقع التونسي والتجربة المصرية والتجربة اليونانية وفي العنصر الخامس مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ثم الخاتمة أحيل الكلمة إلى زميلتي شايمة
يتدرب العنصر الأول. يعطيك الصحة عائشة. زميلتي عائشة توا كانت تعرض في المخطط، واللي يشوف المخطط هذا للوهلة الأولى يقول يعني تم اختيار العناوين هذه باعتباطية وبالتالي مش صحيح. كان فما منهجية متاع بحث ومنهجية متاع صياغة من أجل إقناع القارئ. المخطط هذا ينطلق من أقصى النظري للأقصى التطبيقي، ينطلق من خطاب رئيس الحكومة، خطاب يعني خطاب السياسي، ويحللوا يشوف شنية الحلول اللي يحاول يقدمها، بعد تالي يمشي للقانون باعتبار انه هو الصياغة الأولية وبداية تنزيل الحلول هذه على أرض الواقع، وبعد تالي يمشي يعني للواقع التونسي يشوف شنو محتاج بالحق، ومن بعد تالي يمشي لتجارب مقارنة باش يشوف التجارب هذه كيفاش تعاملت مع مسألة التقشف، وفي الاخر في النهاية يقدم الحلول. نورمالمون اني باش نقدم باش نوضح الخطاب السياسي شنو على شنو يحتوي، باش نفسر السيد رئيس الحكومه على شنو حكى، ومن بعد باش نفسر اش معناتها تقشف. رئيس الحكومه اذا اللي شاف واللي اطلع على خطابه في البرلمان في خطاب التنصيب في اوت، يشوف انه خطابه كان خطاب تحذيري، حاول يحكي مع الشعب التونسي يقول له رانا عايشين أزمة اقتصادية صعيبة خانقة، والأزمة الاقتصادية هذه إذا كان وصلنا فيها وما خديناش مجموعة من الإجراءات تنجم تهزنا لسياسة التقشف. فهو في مرحلة أولى حكي على المسببات اللي جابتنا الأزمة هذه، حكاية على أخطاء اقترفها النظام السابق، حكاية على تفاقم الوضعية بسبب الثورة، وحكاية على الظروف الاقتصادية العالمية اللي ضغطت على تونس وزادت فاقمت يعني زادت فاقمت في الأزمة الاقتصادية متاحة. نحكي وطوع على شو معناتها التقشف. في الحقيقة فما زوز مدارس يفسروا التقشف ولا يتناولوا مسألة التقشف. المدرسة الأولانية هي مدرسة مساندة، المدرسة الأولانية اسمحوا لي هي مدرسة وعلى رأسها الاقتصادي الألماني كينز، هي مناهضة لسياسة التقشف ترفض السياسة هذه، والمدرسة هذه تقول أنه في الوضعيات الاقتصادية الخانقة لازم الدولة تتدخل بكل قدراتها المادية والمالية باش أنها تستثمر وباش أنها تحاول تنعش الاقتصاد. المدرسة الثانية هي مدرسة أنصار التقشف، واللي يعني الناس اللي ترى أنه التقشف يمثل الحل في وقت الأزمات الاقتصادية، وعليش التقشف حل على خاطر يعني وقت اللي يعني تصير سياسة التقشف نحن نقصوا من المصاريف، وقت اللي نقصوا من المصاريف نقصوا في مؤشرات المديونية ومؤشرات العجز، وبالتالي يعني نحاول نطلعوا من مؤشر النمو بالتالي نقنعوا المستثمر الأجنبي إنه يجي ويستثمر ويدور عجلة الاقتصاد. هذا هو مسؤول مدارس. طبعا سأحيد الكلمة لزملائي باش يحكيو على باش يحكيو عن الوضع الاقتصادي التونسي. تفضل محمد. إذا شكرا للزميلتين. إذا بعد أن تطرقنا في بدء الأمر مع الزميلة على ما يخص الوضع الاقتصادي الراهن وعلى مفهوم التقشف من ناحية وعلى الخطاب السياسي من ناحية أخرى، لسائل أن يسأل هل أن المفاهيم وكل ما يخص المصطلحات الاقتصادية وتحديداً مصطلح التقشف هي بالفعل تنطبق اليوم مع الواقع الذي تعيشه تونس اقتصادياً، لتعلن بذلك على أن الجمهورية التونسية تطبق فعليا سياسة التقشف سنة 2017، وهل أن ما تعيشه تونس اليوم من تضييق على المواطنين في معاشهم من خلال تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين يسمح في المقابل باعتماد سياسة قاسية ولها تبعات اجتماعية قد تكون فاتحة كسياسة التقشف؟ من ناحية أخرى لنا أن نتساءل هل أن سياسة التقشف هي المسار والنهج الأمثل للخروج بتونس
من عنق الزجاج اليوم. من ناحية أخرى نتساءل، هل أن سياسة التقشف هي ليست إلا مجرد لافتة يقدمها الساسة اليوم ليبدو بصورة المنقذ وينال ثقة الشعب من ناحية وثقة مجلس النواب من ناحية أخرى، ولكي يقنع الشعب في حين أن التقشف ليس المسار الأمثل؟ كلها أسئلة سوف نسعى للإجابة عنها من خلال هذا العرض. إذن لسائل كذلك أن يسأل، هل أن الصيرورة التاريخية للاقتصاد التونسي هي تؤدي حتماً إلى تواجد أزمة اقتصادية؟ فيرد البعض في المقابل إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية التي سوف نتطرق إليها والتمظهرات الواقعية هي تؤدي إلى اتباع سياسة كسياسة التقشف لا محالة. فيرد البعض بأن إجراءات قانون المالية لسنة 2017 هي في الواقع بعيدة كل البعد عن سياسة التقشف. لذلك سوف نستعرض الآن سيرورة الوضع الاقتصادي في تونس. إذن بعد الاستقلال سنة 1956 اتبعت الدولة التونسية سياسة احتكارية لبعض القطاعات الحيوية من أجل بناء دولة المؤسسات، ثم مرت بتجربة تعاضد. تجربة التعاضد للأسف باءت بالفشل وخلفت العديد من الأخطاء، نذكر منها على سبيل الذكر للحصر منظومة بنكية عاجزة على تنظيم العملية المالية، اختلال جهوي حضاري واقتصادي لا سيما في المناطق الداخلية وشبكة نقل ضعيفة بهذه المناطق، بنية تحتية ضعيفة وهشة، إلى غير ذلك من المظاهر، وصولاً إلى الثورة. إذن بعيد الثورة وحتى بعد انتخابات 2014 التي آمنا أنها سوف تسمح لنا بتحقيق النهضة الاقتصادية التي طمح إليها الشعب التونسي بعيد الثورة، لا نزال اليوم للأسف نعاني من وضع اقتصادي صعب وهش. إذن تعاقب العديد من الوزراء، تعاقب العديد من مشاريع قوانين المالية وأربعة قوانين مالية تكميلية، كلها أدت بالإضافة إلى المعارضة العارمة وإلى من عديد الأحزاب لا سيما الحاكمة منها، بالإضافة إلى تدهور حاد في العديد من القطاعات الحيوية كالسياحة والفلاحة وغيرها من القطاعات، لنصل اليوم سنة 2017 لنجد تونس حسب الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء التي صدرت في بداية هذا الأسبوع بأن نسبة النمو المحينة لم تبلغ إلا 1% مقارنة بالنسبة المتوقعة التي هي 2.5، وهذا للأسف يعد فشلاً ذريعاً في سياسات الدولة. لنتطرق بعد ذلك إلى تفاقم عجز الميزانية الذي بلغ 3.7 مليارات دينار، تراجع الدينار أمام العملات الأجنبية وارتفاع المديونية العمومية، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة في الطبقة السياسية حسب الإحصائيات الأخيرة، لا سيما في ظل تراجع نسبة البطالة كذلك حسب الإحصائيات الأخيرة التي بلغت نسبة 15.5% سنة 2016، وهو ما أدى إلى تزايد ضبابية آفاق التنمية ودفع الأسر إلى تأجيل نفقاتها وعدول المستثمرين عن الاستثمار، لنصل بعد ذلك إلى تراجع ترتيب تونس في تقرير دافوس إلى المرتبة 92، وكذلك العديد من المظاهر الأخرى التي لا علينا أن نفصلها فهي واضحة وجلية للعيان. تراجع قيمة الدينار، ضعف الإنتاجية، تحمل نفس الأعباء، تحمل نفس الشرائح الاجتماعية لأعباء هذه السياسات، وهي بالطبع الشرائح الهشة والمتوسطة. إذن كلمحة سريعة عن الإجراءات المتبعة في قانون المالية لسنة 2017، لنا أن نلاحظ
في ما يخص الوظيفة العمومية، إيقاف الانتدابات والعمل بتعويض الشهورات، عدم تعويض المحالين على التقاعد. من جهة أخرى تمت مراجعة جدول الضريبة على الدخل وأعطى الأولوية المطلقة للمشاريع المبرمجة والبرامج المتواصلة، بالإضافة إلى توجه نحو تشجيع المشاريع الصغرى. في المقابل على سبيل المثال نتحدث عن إحداث مساهمة استثنائية لفائدة الميزانية تبلغ 7.5% من مبلغ الضريبة على الشركات، وإحداث معلوم تسجيلي تكميلي بنسبة 4% على بيعات وهبات العقارات. إذن كل هذه التوجهات هي تهدف إلى وتعبر عن اتجاه الدولة نحو زيادة سقف الضرائب والأداءات على الأفراد والأشخاص من جهة، وعلى المؤسسات من جهة أخرى. إذن لنلخص هذا القسم، نقول بأن الإجراءات تأتي غير منسجمة مع الخطاب السياسي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة. هذه الإجراءات للأسف تتميز بالتذبذب وعدم التناسق، فهي تجمع من ناحية بين كل ما هو تقشفي، وفي المقابل تجمع بين منحة توسعي. لا علينا في ذكر وتفصيل هذه الإجراءات، ولكن وبناء على ما تقدم وكما شاهدنا وعاينا الوضع الاقتصادي الأليم الذي تعيشه تونس اليوم للأسف، وأحلناه على المستودة التعريفية والاصطلاحية الاقتصادية، نجد أن الواقع لا يتلائم البتة مع الخطاب السياسي المعتمد من قبل السادة وأصحاب القرار في تونس. ويبدو أن مصطلح التقشف للأسف أصبح مجرد كلمة فضفاضة يستعملها السياسة لترويج خطاباتهم، وإننا كما يقول المثل العربي نسمع جعجعة ولا نرى تحينا، وللأسف هذه السياسات لا تمت للواقع بصلة البتة. وشكرا. نمر إلى القسم الثالث من الورقة وهي التجارب المقارنة. احنا اخترنا مصر واليونان على خاطر اختلاف التجربتين، ولان هذه الدول واجهت صعوبات اقتصاديه ومشاكل اقتصاديه كبيره جدا، الشيء الذي الزمها الانتهاج سياسه التقشف. فالاول بالكل اخترت شويه مؤشرات، هي مؤشرات اللي تدل اللي الدوله هي عندها مشكله اقتصاديه او في ازمه اقتصاديه. من اهم المؤشرات معدل الناتج الجملي الذي يصل في مصر إلى 4.2%، في اليونان 0.8%. مؤشر البطالة هو مؤشر مهم جداً على خاطره مؤشر يوري للبلاد هل هي في وضع انتعاش اقتصادي أو ركود اقتصادي. عن نسبة التضخم الناتج عن الارتفاع الأسعار، عن عجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية الذي تبلغ في مصر 85% بينما بلغت في اليونان 177%. من أهم الإجراءات، بما أنه الوضع تأزم في مصر وتأزم في اليونان، انتهجوا سياسة التقشف. وسياسة التقشف تدل على جملة من الإجراءات أهمها، وهي في الأغلب إجراءات صارمة خاصة في اليونان، حتى مصر كيف كيف أما كانت أقل حدة من اليونان. نبدأ بالإجراءات المتخذة في مصر. أول حاجة التقليص في النفقات العمومية، قلصت النفقة العمومية ب 18 مليار دولار، تخفيض في عجز الميزانية من 12 إلى 10%، فرض ضريبة في القطاع العقاري، فرض ضريبة على الدخل، فرض ضريبة على السكن، فرض جملة من الضرائب لتخفيض العجز في الميزانية ولا تخفيف من المديونية. طبعا تعدي اليونان، من أهم الإجراءات في اليونان هي تسريح عدد هام من العملاء. العاملين في القطاع العمومي وصلوا ل 15,000 عامل، 150,000 عامل. كذلك خفض المرتبات والمرتب الأساسي ومعاشات التقاعد 25%،
كما قلت بلا سبق في مثال مصر رفع الضريبة في الدخل وضرائب العقارية. سياسة التقاشف انعكست سلبا على كل المجتمع المصري واليوناني، عندها انعكاسات اقتصادية وانعكاسات اجتماعية. من أهم الانعكاسات الاقتصادية اللي هي رفعت أكثر في نسبة البطالة، زاد نقصت ياسر في النمو، زاد النمو زاد نقص عكس اللي هو متوقع، النمو نقص. كيف كيف الانفلاسيون، الارتفاع في الأسعار سبب كونه هو الانخفاض في الاستهلاك، بما أنه المواطن ما عادش قادر باش يشري، وبما أنه الدخل بتاعه كيف كيف نقص. من الانعكاسات الاجتماعية، أدى التقشف في اليونان مثلا إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات المجحفة التي قامت الدولة باتهاجها للخروج من الأزمة. الاستنتاج، the good news is that احنا مناش في تقشف، تونس مناش في نصول التقشف. هذا الاستنتاج متاعنا، احنا صحيح في وضع اقتصادي شوية كريتيك، وضع اقتصادي اللي إذا كان كملنا فيه ممكن فما احتمال كانوا نوصلوا للتقشف، أما ما زلنا ما وصلناش للتقشف. وباش ما نوصلوش للتقشف ارتعينا أنا وزملائي لجملة من الإصلاحات الهيكلية، ونمروا لاقتراحات الإصلاحات. أول مقترح هو مجلس شؤون اقتصادية واجتماعية، سامحوني، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يقوم هذا المجلس بإشراك كافة الأطراف للوصول إلى آراء حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. هو سيتان فورام اللي يلم الاكتور الكل ويوصلوا يتفقوا على خيارات اقتصادية ناجعة للاقتصاد بتاعنا. الحل الثاني هو وضع آليات فعالة لتقييم السياسات العمومية من خلال إحداث وكالة مستقلة تقوم بمتابعة المشاريع العمومية وتقوم بتقديم تقارير على سيرورة هذا العمل. تشجيع المشاريع الصغرى، وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الشباب على بعض المشاريع، وكذلك ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل والقروض. تهدف هذه الفكرة إلى المزيد من تشجيع الشباب على العمل وخلق فرص شغل لهذه الشباب. ومرر الكل إعادة فتح ملف الأموال المهربة والمنهوبة. هو هذه الفكرة، هي فكرة مهيش مستحثة، ديجا صارت في الفلبين قبل، معناها حاجة بوسيبل شو تصير. صحيح الكلام فيها شوية تكون فكرة غريبة، خاطر كيفاش باش نحلوا الأموال؟ فما برشا اللي يستخدم على الأموال المهربة، أما فما برشا طرق باش نلزموا احنا نحلوا الدوسي تاع الأموال المهربة، وعلاش لا نسترجعوا قسط من الأموال بمشاريع تنموية للمناطق الداخلية، ويقوم بدرسها وتخطيطها جملة من الشباب الذين يعملون في هذه الجهات التنموية. وهكا نكونوا نحن أول حاجة رجعنا الفلوس نتاعنا، ثاني حاجة خدمنا الشباب، ثالث حاجة قمنا بالإنفراستركتور في المناطق الداخلية، ورابع حاجة استقطبنا المستثمرين. أول مرة للكلمة زميلتي شيماء، تفضل. مازالوا زوز توصيات وإلا زوز حلول اقترحتهم المجموعة نتاعنا اللي خدمت على سياسة التقشف. اقترحنا بطبيعة الحال توصية ماهيش غريبة، هي تحسين حوكمة المالية العمومية من خلال خاصة تعميم العمل بمنظومة الميزانية حسب الأهداف، وربط ميزانية التنمية بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أيضا من خلال إيضاح إجراءات تنفيذ الموازنة ونشر تقارير أكثر دورية عنها، وأيضا من خلال دعم المركزية المالية والإدارية، ومن خلال مراجعة منظومة الدعم وتبسيط الإجراءات الضريبية وتحديث يعني عمل الإدارة في تونس. التوصية الأخيرة هي وضع استراتيجية للتنمية الجهوية. نعرف أن في تونس عندنا تفاوت جهوي، وهذا يخلق لنا يعني مشكلة كبيرة. الاستراتيجية هذه
تأخذ بعين الاعتبار خصائص مختلف في المناطق، تعمل على تحسين إدارة الأراضي التابعة للدولة، يتم ذلك من خلال استخدام برامج الأشغال العامة لخلق فرص العمل في المناطق الريفية، ويكون ذلك أيضا من خلال التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية والمركزية والجهوية والمحلية، وأيضا بدعم موارد وقدرات الهياكل العمومية والجهوية والمحلية. في الختام سي معز يضحك المؤطر تاعي مش مشكل. سياسة التقشف تعني التقليص من المصاريف العمومية، وتعني أيضا الزيادة في الضرائب، يعني كما نقولوا بلغتنا العامة وتتقال يصرف في الشارع التونسي باش نكبسوا السنتورة على الناس اللي منضبطة جبائيا واللي قاعدة تحترم في القانون، وباش يعني نضغطوا على الطبقة المتوسطة من الشعب التونسي. وإذا كان نحاول نعطيه تعريف أكثر إنشائي لفكرة التقشف، نقوله اللي تقشف تضحية، وتضحية كبيرة، خطر هو يأثر في البيت، يأثر بالأساس على المقدرة الشرائية متاع الطبقة هذه. بالتالي الورقة متاعنا حاولت أنها تقدم مجموعة من الحلول ومجموعة من التوصيات باش ما نوصلوش، خاصة أنه إحنا مازلنا ما وصلناش، لم نقع في الفخ بعد. بالتالي يعني نأمل أنه السلطات اليوم تأخذ بعين الاعتبار للمحتوى متاع الورقة هذه، وتعمل ما في وسحها، يعني تعمل ما في وسحها من أجل تعمل ما في وسحها من أجل تجنب سياسة التقشف. في الختام نقدم تحية لزملائي عائشة محمد اللي خدمنا على الورقة هذه، ونقدم ملاحظة في السياق هذايا. نحن رانا مانيش مختصين في الاقتصاد، والورقة هذه يعني ورقة اقتصادية بالأساس، خدمنا برشا وتعبنا على مدى عام كامل باش نجمنا نصيغوها. نقدم تحية لسي معز المؤطر متاعنا اللي تعبناه، نقدم تحية للماهر المؤطر متاعنا ابنه زيدة، ونقدم تحية لمؤسسة الياسمين والمدام تسنيم، ويعطيكم الصحة الناس كل. في ختام هذا العرض كيف ما قالت زميلتي، لا يسعنا إلا أن نشكر مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل على منحنا هذه الفرصة القيمة جدا للتكوين. كل شخص من ضمننا كان عنده يعني زاد أكاديمي ومعرفي، لكن التكوين هذا ساعد في صقل هذا التكوين ووضعه في الإطار الصحيح في غاية البراعة وحسن كتابة ورقات السياسات. نأمل بأننا تمكننا من ذلك من خلال عرضنا ومن خلال الورقة التي قدمناها. نشكر بالأساس السيد ماهر الزغليمي على مجهوداته معانا طوال هذه الفترة. بدينا في أفريل 2016 وطبعا نحن في فيفري، معناها عدة أشهر من العمل الدؤوب. كيف نشكر السيدة تسنيم شرشي على كافة الإمكانيات التي تمت إتاحتها لنا لحسن سير التكوين. كيف نشكر كافة المؤطرين المتواجد منهم سي حاتم كحلول، كيف سي حمزة المدب، سي حلمي التومي وغيرهم، وبالأساس الشكر لسي معز بن طاهر مؤطرنا اللي تعبناه برشا في إعداد هذه الورقة، وشكرا لكم على حسن المتابعة. على كل بعد شكر هنا مش نعطيك شهادة انتي بدأت. فعلا معناها الحقيقة انه الفرق ما بين الورقات السياسية وما بين البحث الأكاديمي يعني هو فرق جوهري، لأن الورقات السياسية عندها خصوصية أنها يلزمها تكون موجهة وملخصة ومتجهة مباشرة لصانع القرار باقتراح حلول عملية مباشرة، في حين أن البحث الأكاديمي يعني هو بحث يبحث في ماهية الأشياء وفي أسباب الأشياء. لكن مع ذلك الورقة السياسية هي أيضا لها خلفية بحثية طويلة، يعني الأولاد قاعدوا يبحثوا في المجال برغم أنهم مش من اختصاصات علوم اقتصادية بالأساس، لكن مع سي معز معناها عاونهم بالكده في هذا وخدموا. يعني هو الحقيقة تقنية كتابة ورقات سياسات في تونس هو ما هوش تقليد موجود في مراكز البحث ولا في ما يعرف ببيوت الخبرة اللي ثينك تانك هذوم اللي موجودين على أساس أنهم حتى تأسيسهم جديد يعني من بعد الثورة، لكن كان فما مركز هو خاص برفع التوصيات لرئاسة الجمهورية اللي هو المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، اللي هو يعتبر مخبر التفكير أو مركز التفكير
لرئاسة الجمهورية في تونس، وكان يواجه السياسات العمومية ويشتغل فيه باحثين ويرفع توصيات مباشرة لرئيس الجمهورية على أساسها تتم يعني اختيار الاتجاهات الكبرى في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى آخره. يعني أنا شخصيا اشتغلت في المعهد هذايا من 2011 حتى 2014، وكنت مكلف برفع بعض التوصيات للرئاسات الثلاثة. والذي تعلمنا الورقات السياسية في إطار عمل يعني مؤسسة الدولة، من أصعب التقنيات اللي تنجم تكتب بها ورقة سياسات هي تقنية سيناريوهات اللي خدموا بها الأولاد وخدم بها صفوان. تقنية سيناريوهات تقوم بالأساس على ذكر يعني سيناريوهات المختلفة اللي يخرجوا بها يعني من الفاعلين الاستراتيجيين في المجال هذاك. صفوان على سبيل المثال كان عنده تواصل مع الفاعلين الاستراتيجيين في سوق المجتمع المدني، الفاعل الممول الأجنبي والفاعل المحلي يعني في شكله الرسمي والمجتمع المدني المحلي. فالورقة تخرج يعني بكل السيناريوهات، ثلاث أو أربعة أو حتى خمسة سيناريوهات، ثم قدرة الباحث على المفاضلة بين السيناريوهات. يعني فما تقنية أخرى بعد تقنية رصد السيناريوهات الممكنة، فما التقنية نتاع المفاضلة بين السيناريوهات، يعني السيناريو الراديكالي ما يعرف راديكالي تشاؤمي، السيناريو الإصلاحي المتفائل، فالعديد من السيناريوهات. فنختار السيناريو دائما اللي عنده أكثر قابلية للتطبيق من حيث المنظومة التشريعية للمؤسسة ليه، من حيث قدرة الإدارة مثلا على تنزيل الموضوع هذاك أو الخيار هذاك. ففي هذا الاتجاه كانت ورقة صفوان، في نفس الاتجاه كانت ورقة عائشة ومحمد وشيمة اللي هي كانت تبحث عن تحديد أحداثيات الرهن الاقتصادي اللي موجودين فيها توا، معناها أين نحن من سياسة التقشف، ثم استشراف سيناريوهات الممكنة والمفاضلة بين السيناريوهات هذية. وتقديري أنا الشخصي أنهم تمكنوا في هذا كما تمكن صفوان والفرق الأخرى من هذا الشيء. فخلينا نمر للورقة اللي بعدها اللي هي تحبوا تنقشوا؟ باهي نقاش، أنا منيش ديمقراطي لك الدرجة، تفضلوا إذا كان تحبوا نقاش معناها اللي يحب سي مواز نبدأ بسي مواز. بارك الله فيكم. شكرا. مش باش نناقش الورقه خاطر خذيت وقت من النقاش، حبيت جوست نشكر محمد وشيماء وعائشه على حاجه مهمه ياسر هي موجوده برشا في المجتمع المدني، معناتها كاليتي معناتها مهمه ياسر، هما لو بروديسبوزيسيون في لابرونتيساج، معناتها الناس بارك الله عليهم الحقيقه تاع ربي لونكادرمون تاعهم كان صعيب برشا. مهم ياسر انكم تعرفوا اللي ماهوش ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها تقشف، بالنسبه لهم التقشف سي لور دي ريان، فهمت؟ دونك يعطيهم الف صحه، خدموا تعبوا تعبتهم شويه الحقيقه ما تعبوليش. اخر حاجه نعتبرهم دي فيجور شيرشور جو في بروندر فوتر كونسيبت سيتويان، دونك ناس فهموا اللعبة، فهموا أنه on fait pas de la recherche en déconnexion de la réalité. Donc أنا من المنبر هذايا ما نجم كان نشجعهم ونعاونهم على ذمتهم في أي وقت. شكرا لمؤسسة ياسمين اللي عطتنا الأوبورتونيتي. بارك الله فيكم. قبل الحديث عن سياسة التقشف نحب نقول علاش معناها احنا نلجأ سياسة التقشف اللي باش تجمد الاتدام في الوظيفة العمومية سنة 2022 اللي باش تنقص 20% من الأجور، اللي باش تنقص يعني نسبة 20% من العمال. وإحنا في تونس لازلنا نشهد معني نسبة البطالة 15.6%. علاش نرجعوا للسياسة هذيا وإحنا ما قمناش بمراجعة قانون المحاسبة والمصالحة اللي فما أكثر اليوم القضاء التونسي، السلطات القضائية تعرف أنه أكثر من 58 رجل عمال يعني معترف بهم أبار فلوسهم يعني خارج البلاد، أكثر نسبة يعني قرابة 200 مليار فاصل 5 ضرائب لم تدفع إلى الدولة.
الفيرجيل فقط يعني قرابة 56 الفيرجيل فقط يردنا سنغافورة احنا، واحنا متحدثناش على يعني فتح ملفات المحاسبة وماشيين نحكيه على التقشف. يعني غريبة اللي تتزير بلد بترول وما نجمش تنجح فيها، مش تنجح فيها تونس يعني سياسة تقشف. يعني 16.4 كان نسبة البطالة وليت 15.4 وليت 15.6 ارتفعت يعني، واحنا مش نرجع لسياسة التقشف. وحتى نفترض انه مش تطبق سياسة التقشف، انا نتصور وتوب اللي تعرف انه فماش حكومة اليوم تنجم تعمل سياسة التقشف وعندها الجرأة انها باش تعمل سياسة التقشف. اللي قلت هو نفس اللي قالوه زملائي، معناها نحن الاقتراحات اللي كانت مقدمة في تجنب السياسة هذه، معناها كان فما مؤشرات في مستوى الخطاب السياسي على إمكانية الالتجاء لسياسة التقشف. المقارنة اللي عملوها مش مفهمك الورقة، المقارنة اللي عملوها ما بين الخطاب السياسي والميزانية متاع 2017، القانون الخطاب السياسي ما يتوافقش مع الإجراءات المساغة، فما ديكلاج في مستوى الخطاب السياسي والإجراءات. ثم معناها أن الوضع الراهن مقارنة مع الوضع التجارب المقارنة لا يستلزم تقشف، فقالوا نحن رانا مناش على أعتاب التقشف ويلزمنا ناخذ تدابير أخرى يعني حتى لا نصل إلى حافة الريبيكون. فبربي بعد إذنك بسيط. ننقلوهم لدارات اخرى تسحقهم ولا شركات اخرى تسحقهم، مش نتقشفوا في وين باش تقشفوا ترواكار تاع الشعب ولا يعيش تحت خطوط الفقر، تحت ادنى خطوط الفقر ولا الغلاء ما عادش نحكيوا عليه، بحيث سياسه التقشف هذه انتهجها مزالي قبل وارتطم بالاضراب العام، وهذا مش يؤدي للسياسه. بارك الله فيك. شكرا. فعلا يعني في نفس الاتجاه نحن نتحدث على ترشيد السياسات الاقتصادية في تونس وعلى الحوكمة الرشيدة للمؤسسات، وهذايا نفس السياق اللي كنت تحدث فيه سيادتك. نمر للورقة ورقة الإصلاح الإداري، أعدها كل من حافظ الجندوبي للأسف ماهوش معنا اليوم، فرمزي تولى أنه مش يقدمها، وسي محمد علي فتحلي ورمزي العدو. هذه الورقة قبل الأخيرة إن شاء الله تكون اشتركتوا. مسألة الإصلاح الإداري في تونس، حاب نعمل في بيك صغير معكم. وقت اللي صارت ثورة في 14 جنبي صار فراغ في الحكومة، وبعد قعد شهرين الملاحظة اللي لاحظوها الخبراء إنه الدولة قاعدة مستمرة بفضل أي إدارة. هذه أهم ملاحظة في هذه الورقة اللي وقع بحث لثلاثة نكتبوا الورقة السياسية دي، هو مقترن بالعنوان كتاب الكبير، لأنه شنو هي الإدارة؟ الإدارة ترتكز على أربع حاجات، ترتكز على تنزيل السياسات العامة، وجهاز تنفيذي تصريف القرارات، وخدمات عمومية للمواطنين، وتسيير مناخ الأعمال والاستثمار. معناتها الأربع نقاط هذوما من أهم النقاط اللي تنجم تغير الواقع فيه. تكون معناتها المداخلة في خمسة أسئلة، ما يجب الحديث عن الإصلاح الإداري، ما هي سياقاته، ما هي ضروريته، والواقع الإداري التونسي اليوم، وتوصية مقترحة. في من أهم المحطات اللي خلتنا نغزر الورقة هذه بطريقة مخالفة للورقات الأخرى هو أنه فما ضروريات خمسة ضروريات شاملة، استحقاق دستوري، وفما ضروريات اقتصادية، ضروريات تنموية، وضروريات اجتماعية، وضروريات سياسية. هذوما الخمسة يعطينا مشهد بانورامي للإدارة، لأنه كل الورقات الإصلاحية باش تمر على الإدارة، أي برنامج باش نعملوه باش يمر على الإدارة، والإدارة هو اللي نجم يعطل كيف ما نجم يسهل كيف ما نجم يخلي معناتها البرامج هذه ممكن حتى تفشل، لانه ما فماش المرونه في الاداره نتاعنا التونسيه. الاستحقاق الدستوري مع فصل 15 اللي ينص في
في نص القانوني الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وفق مبادئ الحياد والمساواة والاستمرارية للمرفق العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائل. هنا حاطين مبادئ وقواعد، فمبادئ نقف عليها اللي هي اللي ذكرناها هون اللي هي في خدمة الصالح العام، وفما القواعد اللي هي الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائل، وهذه اللي غاب في مرحلة القديمة لما قبل الثورة، وهذه اللي خلاه يكون استحقاق دستوري، لأنه بغض النظر عن الاستحقاق السياسي هو استحقاق دستوري أيضا، هذا اللي نص عليه الدستور. وفي ضرورة سياسية اللي صار معناتها بعد أحداث 17 ديسمبر قدم عدة نقاط. المطالب اللي قدمها المواطنين هي حتى في مسألة تعامل الإدارة مع المواطن، حتى الأحداث اللي صارت متاع الشهيد اللي حرق روحه كان سبب في علاقة مع الإدارة، كانت الإدارة معناتها ما ماش ماخذة القبول من المواطنين بكل أنواع الإدارة. وهنا نمشيو لأهم نقطة في ضرورة معناتها تحديث السلاح الإداري. الحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وسبقه في ذلك الحديث عن الحياد الإداري، لأنه وقت اللي نمشيو في تونس في تعددية حزبية وتعددية نقابية هذه باش يخلينا تجاذبات، باش يهزنا التجاذبات اللي تتدخل فيه الأحزاب والنقابات في مسألة الانتداب وما بعد الانتداب والبرامج وتطبيق البرامج. حتى بعض النقد اللي جاء انه فما حكومات تفشل بانه الاداره غير محايده. هذه نفس النقطه اللي طرقنا لها. ضروره تنمويه فيه عده نقاط. اهم نقطه وهي نقطه محوريه اللي هو تاهيل البشر، الموارد البشريه، معناتها الموظف ما فماش التكوين المستمر، الموظف ما فماش قراءة للواقع متاعه الاجتماعي في علاقته بالإدارة. عند هنا حتى فما مطالب بدعم النسيج الإداري في الجهات، لأنه فما جهات تفتقر البرشة إدارات، وهذا يصير معناتها يعطل ويخلي جسم الإدارة في تونس جسم ثقيل لا يتفاعل مع معناتها الواقع متاعه. ونشوفه حتى معناتها تصير أحداث ما فماش المرونة باش نجم يتفاعل مع أحداث القاسرين، أحداث قفصة، أحداث قرقنة، هذه كل أحداث الإدارة في تونس فشلت أنها تتفاعل معها بسرعة. في نقطة أخرى، المقاربة اللي كانت تخدم بها الإدارة التونسية هي توب داون، معناتها الهرمية، معناتها القرارات تجي من فوق. ونحن في إطار معناتها السياسة التنموية الجديدة متاع البلاد في إطار التشاركية. التشاركية هي اللي تفرض على الإدارات أنها تتفاعل مع الجماعات المحلية ومحيطها الجهوي كما قلنا بكري. هذه أهم النقاط اللي وردت حتى في فصل 12 من باب السابع الدستور، فصل 139 كذلك. وفما ضرورات اقتصادية. في ضرورات الاقتصادية معناتها نعرف تأثير كبير من السياسات الاقتصادية متاع الدولة على الإدارة. كل ما تتغير السياسة الاقتصادية متاع الدولة الإدارة تعيش مرحلة انتقالية تعيش فيها برشة مشاكل، حتى معناتها في التعامل مع المواطنين اللي هما بيدهم يتذمروا من أداء الإدارة، لأن الإدارة قبل ما يصير حتى تغيير سياسي ما يتمش مراجعة الموظفين بأنهم يعملوا تكوين قبل يصير التغيير هذايا باش يتعاملوا مع القوانين الجديدة ومع التغييرات الجديدة في كل المسائل الاقتصادية. هنا كي نقول الاقتصاد نقولوا على القبض وعلى برشة مؤشرات. نقوله هنا من أهم شيء هو تقرير مناخ الأعمال لصندوق النقد الدولي. هذا التقرير بغض النظر عن إملاءات الصندوق، نحكيه على التقرير هذا اللي يقيسوا فيه الإجراءات الأعمال باش يعطيها للمستثمرين كجيد، معناته جيد يشوفوا به أنه دولة اللي أولى باش يمشي يستثمر فيها. وهذه فما تدني كبير، هما معناتها في يشوفوا 11 مجال بما فيهم مرخص البناء، الكهرباء، معناتها رخص فتح شركات، التعامل الضريبي، هذا كل يتم معناتها من 11 المجال اللي يتم يقيسوا به المناخ الأعمال في تونس وفي دول أخرى. فما أيضا نقطة مهمة برشا اللي هي مؤشر الفساد. هناك فما تقارير دولية تهبط كل ديما على مؤشر الفساد. المؤشر هذا يخلي إذا لقينا مؤشر فساد مرتفع
اوتوماتيكمون المستثمر ما يجيكش. علاش؟ على خاطر هنا التنافسيه باش تضيع. يقول لك انا ما عنديش حظ سيد، فما ديجا فما مراشي ومرتشي وزبونيه ومحسوبيه، معناتها انا ما عنديش امكانيه اني نجم نجي نستثمر في البلاد هذه، لانه فما وضع ماهوش تنافسي، ماهوش واضح، ماهوش نزيه. هذه استحقاق اقتصادي وضروره اقتصاديه، وهناك ضروره اجتماعيه. ضروره اجتماعيه اهم نقطه جاب بها الدستور في علاقه بما هو اجتماعي هو التشاركي. واليوم في قبه مجلس النواب يقول فما معناتها مشروع من اجل ارساء ثقافه الحوار الاجتماعي، باش يحبوا يعملوا مجلس الحوار الاجتماعي وطني في كل الوزارات في كل المجالات. وهذا حتى في التعليم شفناه، ولانه شفنا في كثير من الوزارات المطالبه بحوار اجتماعي، معناتها شاف المجلس النواب انهم يمشيوا في مجلس وطني يلم معناتها النقاط هذه. هذه من اهم نقاط الاستحقاق الاجتماعي، وهذه المفاوضات الاجتماعية اللي تقودها النقابات وتقودها المجتمع المدني بصفة عامة. هذه في علاقة بالإدارة عادة الاتحاد العام التونسي للشغل هو الذي يهتم بهذه المفاوضات. هنا شفنا الخمسة ضروريات اللي تعطينا مشهد شامل: ضرورة دستورية وسياسية واجتماعية وتنموية واقتصادية. هنا الواقع الإدارة التونسية، هنا واقع الإدارة التونسية يعيش عاشت مرحلة كبيرة، معناتها الواقع الإدارة في تونس من بعد الاستقلال جاءت تونس الإدارة. بمعنى شنو تونس الإدارة؟ إنه بدل الكوادر إطارات فرنسية إطارات تونسية، هذا سبق ذكره مع مداخلة الأستاذ نبيل. هذا هو تونس بما معناه. ولكن بعد عاشت ثلاثة مراحل مع محمد المزالي ومع البكوش، هذه وزارتين، ثم في الإزرافية ثورة كانت هناك، كان في ثلاثة محطات هذوما معناتها مشروع أو تصور للإصلاح الإداري. هذه شنو أحدث معناتها إدارة غير مستقرة، لأنه فما ديما دمج أو فصل المؤسسات، هزوها من وزارة المالية، هزوها لوزارة الداخلية، أو يفصلوها أو يحلوها ويزوج مؤسسات. هذا يصير عدم استقرار، وهنا يأثر على تراكمية الخبرة تاع الموظفين، وانتقال الموظفين من مؤسسة لمؤسسة ومن مقاربة لمقاربة يخليهم شي يكسبوا التراكم هذايا اللي باش يعطي الخبرة. وهنا غياب معناتها في 60 سنة إذا فما كان ثلاثة تصورات، وأصلا تصور ثالث مازال ماهوش ناضج، نجم نقول أصلا ما فماش تصور. هنا نؤدي لغياب استراتيجية كان، ما فماش استراتيجية في علاقة بالموظف العمومي، وفي علاقة حتى الوزارات اللي تم إحداثها كانت كل مرة تبدل اسم الوزارة، وكل مرة تاخذ مقاربة جديدة من وظيفة عمومية، من مكافحة الفساد، من الحكمة، عدة تسميات. وهذه اللي ذكرناه على مستوى تنظيمي وهيكلي وتقسيم ترب. في النقطة الثالثة اللي نعيشوها اليوم فما تقسيم ترب جديد، هذا اللي بشي أدي إلى مؤسسات جديدة في الجهات وفي المحليات، وهذا بشي يستحق الكثير من إعادة المراجعة التصور، معناتها تصور السلاح الإداري من حيث معناتها من الهيكلة والتنظيم ومن حيث تقسيم ترب، لأنه بشي هنا يصير تضخم في عدد الإدارات وفي عدد المؤسسات. هذا بشي يؤدي إلى معناتها ثقل الجسم الإداري في تونس، مش باش يلقى التفاعل المرن المطلوب مع الاحتجاجات، مع المطالب، مع السياسات اللي لازم تطبقها، مع القرارات اللي تنجم تهبط. هذه هي الواقع نتاع الوظيفة العمومية والإدارة. هنا فما 8 نقاط كبرى. وقت اللي شفنا المراجع اللي موجودة اللي تحكيت على السلاح الإداري، كنا 8 نقاط فيها اللي مستمر وفيها جديد، إشكاليات مستمرة وإشكاليات جديدة. فما أفراد في المركزية وتدخل الحزبي والنقابي في الإصلاح الإداري وفي الوظيفة العمومية. فما ضعف جهاز الرقابة يكاد يكون معناتها بدون معناتها لا يراقب. قلنا تضخم وتعقد جهاز الإداري، تضخم عدد الموظفين، هذه مسألة اللي نعرفوها معناتها خذت برشا منابر في الإعلام، إنه عدد الموظفين أكثر من الطاقة وأكثر من الحاجة. هنا معناتها شوف باش يمشيو لتسريحهم هذا ما ينجموش، وكان باش يحافظوا عليهم كيفاش يتم توزيعهم.
هذا معناتها الاشكال اللي يكاد يكون معناتها ما عندوش حل في تونس. ضعف روح المبادره هذه قلناها لانه كانت العلاقه هرميه، كان ديما يستنى القرار من فوق، ما يخليش معناتها الموظف قادر انه يعطي مبادره جديده انه يصلح بها الاداره وانه يخليها اكثر مرونه واكثر تعامل مع المواطنين وتفاعل. ايضا ضعف منظومه التكوين وضعف المعلومات الرقميه والمحسوبيه والمحاباه، هذه تقريبا تونس كل يعرفها. في اخر نقاط هذه معناتها الاصلاح اتجاهات، هذه التوصيات اللي نجم نقدموها. اهم شيء معناتها اللي خرج بها من الورقات هذه المهندس بتاع الورقات حافظ، وهو وضع معايير ومؤشرات وطنيه لقياس نسب الرضا العام للاداره التونسيه. هذه ميثاق وطني معناتها باش نقيسوا به وباش يكون مرجع لنا نحن في علاقتنا بالاداره، وهذا نجم يخلي المواطن يعرف وقتاش الاداره قاعده تقوم بدورها ولا عاده. المواطن يدخل لاي اداره يتلفوه باي كلام، نجم يتلفوه بحاجاته وما يعرفهمش اجراءات، تقولوا راهو الاجراءات تطلب ب 15 يوم، وهي نجم تكون الاجراء لا يطلب الا يوم واحد. هذا ما نجمش يعرفه لا اللي يحب يحل شركه اللي يحب يعمل باتين، ده معناتها على كل المستويات. تطوير جهاز تشريع، هي القاعده القانونيه، جهاز تشريعي في حاجه الى تطوير محاين للواقع والاقتصاديات الجديده والوضع الجديد، وخاصه بعد الثوره معناتها يستحيل باش نجم نقعد بنفس القوانين القديمه اللي هي من عام 1960 وحتى قبل، اللي ماخذينها من عند فرنسا حاضره تم ترجمتها ماخذينها من الدوله الفرنسيه. تنميه الموارد البشريه واللي هي تكون في نقطتين، توفير التكوين والتحفيز، وهنا التكوين في جانب قدره الموظف العمومي في انه يلبي مطالب وانه ينجم ينزل السياسات العامه، لانه احيانا تجي قرارات للموظف هو مش فاهمها ومطالب باش ينزلها ما ينجمش يطبق حتى شيء. وتحفيز باش تخلي معناتها عقليه مسمار في الحيط ويجي مكي البريزونس بتاعه في الخدمه، هذه معناتها من اهم الحاجات الموجوده اللي تسمى بالبطاله المقنعه. معناتها سياسه التحفيز ممكن نجم تخلينا نغيروا الواقع نتاعنا هذا، والحوكمه ومكافحه الفساد ومنظومه الرقابه، هذوما هما الثلاثه نقاط الاخرانيين في الحوكمه ومكافحه الفساد، لانه اذا نحن نحبوا من خلال استحقاق التنميه والاقتصاد والاجتماعي نخرجوا من وضعيه اللي نحن فيها، تقعد مسألة الشفافية والرقابة أهم نقطة باش يخلق مناخ تنافسي جيد، ثم الحكومة الرشيدة اللي هي باش تعطينا واقع في علاقة مع المواطن هو اللي لوج عليه المواطن معناتها من بعد الثورة اللي مازال ما لقاهاش. هذه أهم النقاط وهذه هي الورقة. الورقات الراهنة، لأنه طبعا الورقات السياسية تدخل يا إما لخلق حوار مجتمعي حول مسألة ما، يا إما لحوار موجود وترشيد الحوار. الحوار هذا موجود أصلا، وأعلنت يعني رئاسة الحكومة عن استراتيجية وطنية للإصلاح الإداري، فكانت الورقة تماشيا مع الحوار اللي موجود في مستوى الطبقة السياسية، ودخلت بآليات ومقترحات عملية للإصلاح الإداري. نمر فما نقاش، نعرف العدد كل ثابت والمادة ثقيلة معنا فعلا اليوم، فخلينا نمر للورقة الأخيرة اللي هي أي مستقبل المدرسة العمومية في تونس. قام على أعدادها ألفة الرحماني، سماهر الساحلي، وسهي العرفي، وأطرها الأستاذ مراد الهن. الورقة السياسية الخامسة والتي سنرصد من خلالها الأزمة التي يعاني منها
لكن للأسف الشديد هذه المعادلة باتت مكتوبة. كيف لا؟ والمدرسة التونسية تعاني من عدة أزمات، لعل من أبرزها المدرسة الضعف في الموارد المالية والبشرية. فكما أشرنا أن الدورة ما بعد الاستقلال هي دورة اجتماعية بالأساس، يعني ذلك أن نشاطات الدولة كانت موجهة أساساً للنهوض بالمجتمع في دوائر النواحي، سواء كانت الصحية والتنموية والسكنية والتعليمية خاصة. وفي الناحية التعليمية تراجع هذا التوجه في سعي الدولة إلى تكوين أخبرات ومهارات لازمة لدفع عجلة التنمية وتكوين ولتعويض الخيارات الأجنبية المتوسطة والعظمى. وكنتيجة لهذا التوجه خصصت الدولة 19.6% للتعليم في بداية الاستقلال، ولكن في سنة 63 هو 900,000، خصصت 21.44% لتصل إلى 24.5 سنة 71,900,000، وهي أعلى نسبة سجلت في العالم في تلك الفترة. ولكن مع بداية الثمانينيات شهدت البلاد التونسية تأزما في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك فرض صندوق النقد الدولي على الدولة التونسية أن تتبنى سياسة الإصلاح الهيكلي التي تقوم على ترشيد نفقات الدولة، فنتج عن ذلك التخليص التدريجي في النسب الميزانية المخصصة للصحة والتعليم والدعم. لذلك بدأت الدولة تتنصل مسؤوليتها كضامن أساسي لمجانية التعليم لعلة استنزاف موارد الدولة. أما في سنة 2006 ومع سنة 2006 مثلا انحدرت هذه الميزانية إلى حدود 18% من ميزانية الدولة حسب ما ورد في كتاب الأمر، وذلك رغم التطور الهائل لعدد التلاميذ وما يترتب عنه من ضرورات في البنية التحتية والوسائل البيداغوجية إضافة إلى التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، مما يتطلب نفقات وتمويلات منخفضة. إضافة إلى ذلك وإضافة إلى الضعف التي تعاني منها المدرسة العمومية من خلال بعض الموارد المالية، إلا أنها نلاحظ أنها كذلك تعاني من ضعف في الموارد البشرية على مستوى الأداء، ويعود ذلك أساسا إلى أن المنظومة التدفق البيداغوجي أصبحت تشكو ضعفا ولم تعد لها المرجوعية الكافية للنهوض بجودة التعليم والارتقاء بالمستوى البيداغوجي للمدرسين، وذلك لافت الخاص على تقليص لعدد السيارات البيداغوجية وغيابها أحيانا كثيرة. وفي علاقة بضبط إطار التدريس في المدرسة العمومية، فقد أشار الكتاب الأبيض قولة التعويل المتزاود على المعوضين ساهم انحدار مستوى أداء المنظومة التربوية وتدني مستوى التعليم، رغم ما يمثله المعوضون من جهد، ويعود ذلك إلى الغياب الكلي لبرامج التشغيل المستثمر للمعلمين عموما وللمعلمين النواب أو المعوضون في المعتمديات الفكرية خصوصا. هذا إضافة إلى ضعف الموارد المالية والبشرية التي تعاني منها المدرسة العمومية، إلا أنها تشهد كذلك ضعفا في التوجهات التعليمية، والتي سيقوم بتقديمها الباحث السيد باهر. شكرا زميلتي لطفة. طبعا لضيق الوقت أني أصابني النعاس مثلما أصابكم في هذا اليوم المتعب الذي نشكركم فيه جميعا على هذا الحضور المتميز، خصوصا من تبقى من الحضور ومن غادر فله الشكر أيضا رغم ذلك. ثانيا في هذا البحث عرجنا على أزمة ما سميناه هي أزمة التوجهات التعليمية التي تشمل قاعدين رئيسيين. أولا
التوجيه المدرسي وإشكالية الملائمة مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعني ذلك أن التوجيه المدرسي لم يعد يتماشى مع متطلبات سوق الشغل والدولة الاقتصادية، ولذلك وجب صياغة قانون توجيه يستجيب لهذه المتطلبات باختصار شديد. التمشيات ثانيا، التمشيات البيداغوجية وإشكالية ضعف مخرجات التعليم، ويتلخص هذا المشكل في التدبر في الأهداف البيداغوجية، أي اعتماد المقاربة بالكفايات في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي مقابل اعتماد بيداغوجيا الأهداف في المرحلة الثانية منه وفي المرحلة الثانوية، وكذلك مسألة عدم ملائمة التكوين البيداغوجي لحاجات المدرسين ومتطلباتهم. في توصيفنا لهذه الأزمة التي تعيشها المدرسة التونسية، عرجنا كذلك ثالثا على ما أسميناه بالأزمة السلوكية وما أدراك ما الأزمة السلوكية، ولخصناها في ثلاث نقاط أساسية. أولا، استفحال طائرة العنف بكل مستوياته. ثانيا، ظاهرة التدخين والمخدرات بأنواعها. ثالثا، ووصولا إلى ظاهرة الانتحار متعدد الأسباب. طبعا حاولنا هنا أن نلخص، لأنه كما قلنا لضعف الوقت ولضيقه، نمر في الختام إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي نعتبرها يعني اجتهادات شخصية قابلة للتطبير، ونضعها أمام الرأي العام لمزيد التعمق فيها ولمزيد أحكام النقاش حولها. تفضل زميلتي. طبعا منذ أن بدأت الجائحة الكورونا في السياسات العامة لا يجب أن تتوقف على رصد الظواهر وتوصيفها، إنما يجب أن نقدم حلول وتوصيات. ولعل من أبرز الحلول والتوصيات التي يمكن تقديمها لهذه الورقة، أولاً أن نقيم المؤسسة التعليمية على التجاربات السياسية ووضع تصور لإصلاح تربوي يتماشى ويواكب مقتضيات دستور 2014 بما يضمن ويكرس مجانية التعليم واستجابة لضروريات الملائمة والموافقة بين الأصالة والمعاصرة. ضرورة العمل على دعم الموارد المالية لوزارة التربية بالحرص على الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف. ضرورة العمل كذلك على إيجاد استراتيجية واضحة لتكوين إطار التدريس باعتبار خصوصية مهنة التدريس. ثالثاً، العمل على إنجاح العملية التعليمية بمزيد الإحاطة بالمتعلمين اجتماعياً ونفسياً، كما ذلك لابد من تفعيل الإرشاد والتقدير النفسي والاجتماعي والتربوي للتلاميذ، وذلك بدعم الإطار المختص النفسي والاجتماعي وتوفير الفضاءات الملائمة لذلك. كما أننا لابد من تخطيط تشريك الأولياء والعائلات في الاضطلاع بمسؤولياتهم التربوية لتخفيف العبء على المؤسسة العلمية، وذلك بتكثيف اللقاءات الدورية بهم وإحاطتهم علما بمشاعر والظواهر المختلفة. كما أنه لابد من ضرورة تطوير النظام التأديبي بما يتماشى مع الواقع التربوي الحالي بالتركيز على فرض مزيد الانضباط داخل المؤسسة التربوية. هذا إضافة إلى العمل على إيجاد تعاون بناء بين النظام التربوي ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تأمين المدرسة ومحيطها من الدخلاء والغرباء الذين هم تأثير كبير على التلاميذ وسلوكهم وعلى انتشار ظاهرة العنف في صفوفهم، وذلك بتكثيف الدوريات الأمنية والتعاون والتنسيق الأمني مع الوحدات الأمنية وتشريك الأهالي في تأمين المدرسة وسلامتها. إضافة إلى ذلك، لابد على العمل
على إعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية العمومية وتقليص الفجوة بينها وبين التعليم الخاص. هذا إضافة ولا بد من نقص. وتبقى هذه المقترحات في الختام على أننا اجتهادات أولية قابلة للتطبيق والتحليل من خلال تكثيف الجدل والحوارات الوطنية الأفقية والعمودية حول المؤسسة التربوية وسبل النهوض بها. ذلك أن عملية إصلاح المنظومة التربوية ولئن كانت مسألة سياسية بدرجة أولى إلا أنها كذلك مسألة اجتماعية تهم جميع الأطراف والفئات الاجتماعية التي تطمح إلى بناء نموذج تعليم عمومي يستجيب بشروط العدالة الاجتماعية ويمكن شرائح الدنيا من حقها في الارتقاء في السلم الاجتماعي. ومنزل على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن شاء الله معناها ننجح زادة في المرحلة هذه كما نجحنا في المرحلة الأولى. ختاما يعني أنا أيضا أشكر مؤسسة ياسمين بحث التواصل، مشروع ديمقراطية في الشرق الأوسط، الدكتورة تسنيم يعني اللي ساعدتنا في بناء كل هذه التصورات، القسم البحثي بفرع الإعلام البحثي المتمثل في شخصي وسيم، وبالطبيعة مشروع شباب فاعل ومشروع دكتور الباب اللي حاضرين معنا وكل المسؤولين والمياسرين في مؤسسة ياسمين بحث التواصل. فعلا عندنا شاهد معناها المشاركين ما في بالهمش اللي هم عندهم شاهد بتاع ختام الدورة التدريبية، فنقدموا شاهد. Thank you.